تحتفل الدولة التونسية كل يوم 18 أفريل بذكرى عيد قوات الأمن الداخلي، ويعود تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة إلى سنة 1956 إثر إمضاء وثيقة الاستقلال في 20 مارس من السنة ذاتها، حيث سارعت حكومة الاستقلال وبعد أقل من شهر باسترجاع جهاز الأمن من أيادي السلطات الفرنسية بعد مفاوضات طويلة وشاقة، وعينت على رأسه مسؤولا تونسيا انتظم لهذا الغرض حفلا مشهودا بمقر إدارة الأمن الوطني يوم 18 أفريل من سنة 1956. وكان الزي نتاعنا كان على النحو التالي، كان دي جوب بفيست سورية من تحت، الشعر مش مسيد جملة، يبدا ديما ملموم، فوق كالو دي بون بيض ولي بوت. حتى كانت خلينا على المهنة وعلى الوظيفة لن نتخلى عن تونس، هذا هو الشعار بتاعنا تقريبا عموم المتقاعدين الأمنيين، ديما الروح الوطنية متجذرة فينا، والمؤسسة الأمنية اللي قضينا فيها أعز فترات شبابنا ديما حاطينها في عينينا، وثم جسر تواصل بطريقة أو بأخرى مع زملائنا، وإن اقتضى الحال وكل ما يقتضي الحال باش ندعموهم بخبرتنا وبمعارفنا وبقدر المستطاع. الأمن العام. تهدف الإدارة العامة للأمن الوطني إلى تحقيق الاستقرار الأمني والتقليص من مظاهر الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من خلال سرعة الاستجابة لطلبات النجدة، وذلك من خلال تحيين خطة الانتشار الأمني ووضع استراتيجية عمل واقعية يتم الاعتماد خلالها على الإمكانيات المتوفرة والمتاحة، مع حسن توظيف الموجود لتحقيق أفضل النتائج والتركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة، وخاصة منها العنف، السرقات، تجارة المخدرات وغيره، إضافة إلى العمل على إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة في وقت وجيز وقياسي باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث. حفظ النظام. حفظ النظام يعتبر المهمة الأساسية لوحدات التدخل للأمن الوطني، وباعتبارها قوة جاهزة ومنسجمة فإنها تتدخل في حالات الشغب لفرض الأمن وضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بفضل أفواجها المنتشرة بكامل تراب الجمهورية، مدعومة في ذلك بالوحدة الوطنية لمكافحة الشغب، وهي مكملة لعمل وحدات حفظ النظام في ذات المجال. تقوم وحدات حفظ النظام أيضاً بتدعيم وحدات الأمن العمومي في خدمات النظام العام، كتأمين الأنشطة الرسمية والتظاهرات الرياضية والثقافية.
الخدمات الإدارية. تعتبر مراكز الأمن الوطني ومكاتب العلاقة مع المواطن العمود الفقري للعمل الأمني، إذ تتصل خدماتها الإدارية بقبول الملفات لاستخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر، كذلك شهائد الإقامة وخدمات إدارية مختلفة تسدى للمواطن بالنجاعة المطلوبة من حيث التقيد بالآجال القصوى في إنجاز مختلف الوثائق والعمل على تذليل كل الصعوبات. الحدود والأجانب. تتعهد الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بمهام عديدة، ومن أهمها تأمين المعابر الحدودية البرية البحرية والجوية، وتقوم بتقديم خدمات إدارية للمواطنين التونسيين والأجانب. ومن مهامها إسناد جوازات السفر العادية والخاصة وإبداء الرأي بخصوص الاستشارات الواردة عليها، سواء من مناطق الأمن الوطني أو البعثات الدبلوماسية. كذلك تعنى مصالحها بمهام إسناد بطاقات الإقامة وتأشيرات العبور والسفر بالنسبة للأجانب في بعض الحالات. ومجابهة الإرهاب. في التوقي ومجابهة الإرهاب والجرائم المسة بسلامة التراب الوطني، يتم رصد واستقراء جميع المخاطر المرتبطة بالأنشطة المشبوهة، سواء كانت داخلية أو خارجية. بناء على مخطط استعلامي وعديد الأعمال الفنية، يتم إسناد إدارات الاختصاص في أعمالها الميدانية.
من جنة.